هنا في المعرض التفاعلي الرقمي الأول من نوعه في الشرق الأوسط للتصلب المتعدد. الهدف من هذا المعرض اللي هو أن احنا نواكب التطور اللي جالس يصير في التحولات الصحية والتحولات الرقمية في المنطقة، واللي تعد المملكة يعني من أوائل الدول في هذا التطور. المعرض عبارة عن شاشات تفاعلية في خدمة وتعريف هذا المرض، يعني تثقيف المصابين، التعريف بتاريخ المرض، التعريف بتطور هذا المرض ومسارات تحول هذا المرض. أيضا من أهداف هذا المعرض تحسين جودة حياة المريض عن طريق تقديم الرعاية وتقديم يعني أهم المجالات التثقيفية في هذا المرض. أيضا هناك فقرة في الذكاء الاصطناعي وكيف هذا الذكاء الاصطناعي راح يخدم في تطور تشخيص هذا المرض وخدمة المصاب.